مرحبا بكم، انا هند من صابوره. ديجا تعرفتوا عليا قبل. اليوم باش نعاودوا معاكم فيديو جديد، وباش نشكر المتابعين نتاعنا، لي فان نتاعنا. ديجا وصلنا ل 120,000 فان. نشكر زيدا اللي عطاونا الدعم واللي تابعونا وحتى اللي ناقدونا زيدا. ميرسي ميرسي بوكو، على خاطر لو كان ما فماش ناقد ما فماش نجاح. طريق صابوره باش يعزز المشهودات نتاعو باش ينجم يلبي طلبات المشتركين الكل. وإذا كان لتوا مازلت ماكش من المشتركين متاعنا، ما عليك أن تعمل جيم على باش فيسبوك متاعنا باش توصلك كل المستجدات متاع صابورة وبالي من اللي فان متاعنا. لكن قبل الإجابة على الأسئلة الكل، باش نطرق الموضوع صغير برشا لاحظتوا موجود بكثرة في وقتنا الحالي، واللي هو الدروس الخصوصية. لي باغون قاعدين يلتجئوا توا للطريقة هذه من غير ما يعرفوا السبب، لكن لو كان قمنا بالتفكير شوية تو نلقاو السبب اللي يخلي لي باغون يلتجئوا وإلا يضطروا إنهم يحطوا صغيرهم في الدروس الخصوصية، اللي هو فقدان التركيز، وهذايا من جراء الضغط الدراسي اللي يكون السبب فيه غياب المتعة في التعليم. وهذاك علاش فريق صابورة المختص حاب ينصحكم بالمتعة مع التعليم، وكرسنا مجهودات خاصة باش تكون المتعة والتسلية هي أول أهدافنا باش نوصلوا معلومة للتلميذ ونجلبوا الانتباه نتاعو. وهكاك نكونوا خرجنا من ضغط الكتيب المدرسي. وتوا باش نتقل معاكم للأسئلة المداولة. أنا شفت على الباج فيسبوك نتاعنا لي كومونتير نتاع مشتركينا اللي هي فيها الأسئلة وفيها الاقتراحات. خذيت الأسئلة اللي هي تشغل بال المشتركين، وهي كيفية إنشاء حساب. الطريقة ماشي صعيبة برشا، جوست أول ما نبداو ندخلو عصب نتاعنا www.nokta صبورة نقطة نت. احنا بطبيعة الحال باش نكليكو على الاشتراك، باش تكون وقتها عنا ثلاثة طرق للاشتراك. الأولى باش تكون افيك كونت فيسبوك، الثانية باش تكون افيك كونت جيميل، والثالثة باش تكون تدخيل لي كوردوني نتاعك الكل، الاسم واللقب لرقم الهاتف الايميل نتاعك والمدباس، ومن بعد تكليكي على كلمة الاشتراك. وقتها باش تتحل باج الاشتراك وباش تلقى الأسعار والباقات. الباقات تشمل جميع المواد لمستوى معين، باش ناخذ كمثال المستوى الثالث في الرياضيات، القراءة، اللغة، الإيقاظ العلمي. أنت مشترك متاعنا باش تقوم باختيار الباقة متاعك، وباش تظهر بعدها تفاصيل الاشتراك، باش تختار بطبيعة الحال المدة اللي باش تشترك فيها، وعندك ثلاث فترات اللي هي شهري، نصف سنوي، وسنوي. كما تعرفوا مشتركينا احنا توا في شهر فيبري، وشهر فيبري هو شهر التخفيضات، وهذاك علاش صابوره باش تكون حاضره في التخفيضات هذي بنسبه 75%. باش نختاروا كالعاده مثال المستوى الثالث باش يكون فيه 30 دينار للنصف السنوي في عوض 120 دينار، وباش تكون الاشتراك السنوي 60 دينار في عوض 240 دينار. وهكذا نكونوا دللنا المشتركين نتاعنا ولو بنسبه قليله. مشتركينا في الخارج من سيناكومش بالكل، وهذاك علاش تفكرناكم وعملنا مجهودات خاصه لكم انتوما. وهكاك باش نجموا تعلموا صغاركم اللغه العربيه بدون مشاكل، وسهلنا عليكم طريقه الدفع اللي باش تكون عن طريق بطاقات ائتمانيه دوليه. فريق صابوره يلوج على راحه المشتركين، هذاك علاش الابليكاسيون تاع صابوره باش تلقاها موجوده على البلاي ستور بالنسبه للسمارت فون، وعلى الاب ستور بالنسبه للايفون. مشتركينا نجموا تتصلوا بنا على ممرنا الموجودة، وإلا على الباج فيسبوك متاعنا تجوز تبع ميساج بريفي وأحنا نجاوبوك توت سويت. مرحبا بكم، ونتمنى زيدا نشوف على الباج متاعنا لي كيستيون متاعكم الكل، وسيغتو الانتقادات متاعكم اللي باش تكون حافز لتقديم الأفضل بالنسبة لفريق صابورة. باي باي، كنت معاكم هند من فريق صابورة نت.